كيف شايف الاجواء؟ مرتبه ولا في شوي؟ كثير ممتازه. شو شايف؟ بتأيده بالحكي ولا؟ هلا بالنسبه للمعرض جو حلو، رخص، في شيء بيشجع، يعني بشكل عام الناس مبسوطه ولازم يستمر هذا الشيء. شو انت شباك انت بدي شو بدك؟ بدي اشكركم واقول لكم يسلموا على المعرض اللي سويتوه، وحبيت اشكركم يسلموا على المعرض، والله كثير انبسطنا. شو شايف المعرض؟ فيه شغلات حلوه، شو اكثر شيء حبيته بالمعرض؟ والله الالعاب كلها. الالعاب، في واحد بيحب الاكل وواحد بيحب الالعاب. كان بكل الجناحات، يعني كثير تنظيم واحسن من السنه الماضيه، والبسمه او وجوه الناس هي اللي بتثبت هذا الشيء. بظن حضرتك عايشت المعرض تبع دمشق على ايام زمان، كيف حسيت في فرق بين المعرضين، بين المعرض تبع ساحة الامويين وبين هالمعرض؟ هلا ساحة الامويين كان كثير رائع، بس ما كان في عالم كبيرة كثيرة يعني مثل هالايام هي. هالايام يعني بدنا معرض واسع مثل هالمعرض هذا، ومعرض صار عالمي اكثر، يعني صار اوسع، صار يستوعب جناحات اكثر وشركات اكثر ومؤسسات يعني ودول كثير. هلا حضرتك عم تتبسمي، بس بدي اسالك شو شايفه بالمعرض؟ شو شايفه الايجابيه الموجوده بالمعرض؟ شو اكثر شيء حبيت؟ حلوه يعني. اكثر شيء حبيته يعني الشعب السوري عم يلتقى مع بعضه هون ويجتمع مع بعضه هون. كيف شايف اليوم المعرض، معرض دمشق الدولي بدورته ال 61؟ والله انا سايح عراقي واشوف سوريا حلوه واجمل واجمل من الايام، واتمنى لكم الخير. والله اسفادنا احنا تقريبا صار لنا 10 ايام سوريا خير من الله ومرتاعين، وجانب ترى كل المناطق وعندكم سوريا وطيبين، والكرم اللي عندكم ان شاء الله ما يسبق كرم غيركم. يا اهلا وسهلا فيك.